السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد فكر جديد، هو الفكر الاقتصادي الكينزي، وهو ينسب إلى جون ماينارد كينز. هناخد بعض الموضوعات في الفكر الكينزي. طبعا كينزي كان بينتقد النظرية الكلاسيكية بشدة في موضوع عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وكينزي كان بينادي بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد. فهناخد موضوع سوق العمل في النظرية الكينزية، أو التوظف، أو مشكلة البطالة من وجهة نظر كينز. أول حاجة عملها كينز هو اعترض على كلام الكلاسيك إن المجتمع دايما في حالة توظف كامل، وإنه لا توجد بطالة إجبارية. كما اعترض أيضا على إن الكلاسيك قالوا إن البطالة لو موجودة هي بطالة اختيارية أو بطالة احتكاكية. وكينز طبعا رفض الكلام ده بشدة، وقال لك إن العمال أصلا لو هم عاطلين، او الفرد لو هو عاطل هيقبل اي عمل باي اجر، فالبطاله عمرها ما هتكون بطاله اختياريه. وكينز قال لا، ممكن تكون البطاله هي بطاله اجباريه. ولذلك هو رفض كلام الكلاسيك ايضا ان العمال هم المسؤولين عن فكره خفض البطاله، لان او ان العمال هم المسؤولين عن مشكله البطاله في المجتمع. وذلك لان العامل زي ما قلنا لو عاطل هيقبل اي عمل باي اجر. وبالتالي كينز قال ان المشكلة هنا هي مشكلة طلب. فاذا قال ان المسؤول عن مشكلة البطالة في المجتمع هم رجال الاعمال، ان هم ما بيطلبوش عمال كفاية. وعشان نحل مشكلة البطالة يجب ان رجال الاعمال يزودوا طلبهم على العمال. لو جينا نوضح فكرة مشكلة البطالة من وجهة نظر كينز من خلال الرسم البياني، هنجد ان في الرسم اللي امامنا ان كينز اهتم بالاجر النقدي، وده عكس النظرية الكلاسيكية. فهنحط الاجر النقدي على المحور الرأسي، ومستوى التوظف على المحور الافقي. هنلاحظ ان ايه؟ ان كينز قسم منحنى عرض العمل لوحده الى 3 مرونات. في الجزء الاولاني في منطقة البطالة كينز قال إن منحنى عرض العمل لانهاء المرونة. يعني إيه لانهاء المرونة؟ يعني إن العمال طول ما هم عاطلين في منطقة البطالة عرضهم هيبقى لا نهائي، يعني هيعرضوا نفسهم على أي عمل بأي أجر. وبعد ذلك في منطقة التوظف الكامل يبدأ العرض مرونته تقل، يبقى المنحنى مرن. وبعد ذلك أو بعد الانتهاء من التوظف الكامل والوصول للحد الأكثر للتوظف، هنجد ان منحنى العرض اصبح عديم المرونة. فاذا الشكل امامنا منحنى العرض لوحده في 3 مرونات. وبعد ذلك كينز قال ان مشكلة التوظف او مستوى التوظف بيتحدد حسب طلب رجال الاعمال على العمال. فلو كان طلب العمال او طلب رجال الاعمال على العمال يمثلوا منحنى طه واحد، هنجد ان مستوى التوظف هين، ولو رجال الاعمال زودوا طلبهم شوية الى طه 2، وهذا يمثل من وجهة نظر كينز الحد الادنى للطلب على العمال، هنجد ان التوظف عين واحد، وده الحد الادنى للتوظف. وبعد ذلك كل ما رجال الاعمال يزودوا طلبهم على العمال كل ما التوظف هيزيد، لحد ما نصل الى طلب رجال الاعمال هيزيد لطه 3، وهنا هيوصل التوظف للحد الاقصى اللي هو عين 2. وبعد الحد الاقصى ولما يصبح منحنى العرض عديم المرونة، نجد ان مهما يزود رجال الاعمال طلبهم على العمال الى طه 4 مثلا، هنجد ان التوظف هيفضل ثابت زي ما هو، وكل اللي هيحصل مجرد زيادة في الاجر النقدي. وبذلك يرى كينز ان هنا رجال الاعمال هم المسؤولين عن مشكلة البطالة في المجتمع، ولذلك يجب ان رجال الاعمال يزودوا طلبهم على العمال عشان يتم حل مشكلة البطالة في المجتمع. موضوع التاني في النظرية الكنزية هو موضوع الطلب الفعال عند كنز. كنز طبعا أول حاجة عملها هو رفض كلام النظرية الكلاسيكية أو الفكر الكلاسيكي الخاص بقانون سي، اللي هو كان بيقول إيه؟ إن العرض يخلق الطلب الخاص به والمساوي له. إن النظرية الكلاسيكية كانت بتقول إن العرض هو الأساس، ولازم يكون في عرض عشان يكون في طلب. فكنز طبعا رفض الكلام ده، وقال ما فيش حاجة اسمها ان دايما العرض يساوي الطلب الكلي زي ما الكلاسيك كانوا بيقولوا، وقال ان ممكن يحصل توازن بين الطلب والعرض عند مستوى اقل من مستوى التوظف الكامل. والمقصود بالطلب الفعال عند كنز قال ان الطلب الفعال هو عبارة عن نقطة تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي.
وكنزي كان شايف ان الطلب والعرض هما دالة في التوظف، والعلاقة بينهم وبين التوظف هي علاقة طردية، ويمكن توضيح الطلب الفعال عند كنز من خلال الرسم البياني التالي. نلاحظ في الشكل اللي أمامنا إن الطلب والعرض الكلي على المحور الرأسي، ومستوى التوظف على المحور الأفقي. فبتقاطع الطلب الكلي ط كاف واحد مع العرض الكلي عين كاف في النقطة نون واحد، ده يحدد لي مستوى التوظف عين واحد ونقطة الطلب الفعال ط ف واحد. كنزي قال لو افترضنا ان مستوى التوظف الكامل هو عين اتنين، فاحنا مش هنقدر نوصل للتوظف الكامل عين اتنين الا عن طريق زيادة الطلب الفعال، فالطلب الكلي لازم يزيد الى ط كاف اتنين وينتقل لاعلى، وبذلك يتحقق التوازن مرة اخرى ويتحقق التوظف الكامل. فبذلك يرى كنز ان المشكلة هنا هي مشكلة طلب وليست مشكلة عرض، ويجب زيادة الطلب الفعال لتحقيق التوظف. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع الفكر الكنزي الخاص بسوق العمل والطلب الفعال.